السلام عليكم، مساءكم سعيد أعزائي المشاهدين وفي التلفزيون الجزائري، صح عيدكم، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، أعاده علينا إن شاء الله بالصحة والعافية، وإن شاء الله ملمومين كامل كجزائريين في وطن واحد. مرحبا بكم في هذا البرنامج الخاص عشية وليلة انطلاق الموسم الكروي 2019-2020. ميركاتو برنامج خاص سنتناول فيه ميركاتو والموسم الكروي المنقضي والجديد، حركية اللاعبين والمدربين وحتى المسيرين، بتأثيرات تتويج المنتخب الوطني لكرة القدم بالتاج القاري لثاني مرة، بالتأثيرات السلبية للأزمات المالية والإدارية المتواصلة للأسف الشديد، لتحضيرات أنديتنا التي فضلت إما البقاء في الجزائر أو التوجه خارج الوطن للأسف الشديد، أيضا عن تداعيات إجازات الرابطة التي تمنحها للأندية المدانة في صحتها ومن عدمها في اجتماع رؤساء الأندية بالرئيس الرابطة المحلية لكرة القدم، والكثير من الأمور مع محللي تلفزيون الجزائري طبعا بقائمته الجديدة التي سنعلن عنها لاحقا بضيوف البرنامج. والبداية بالرئيس العام لنادي مولودية الجزائر فؤاد صخري، مساء النور، مرحبا بك. أهلا وسهلا سيدي، سعيد جدا بوجودي معكم للتواصل مع الأسرة الرياضية بصفة عامة وأسرة كرة القدم بصفة خاصة، وعلى بركة الله. سعيد، كل عام بخير. وكل سنة وانت طيب، وكل سنة وطيب الشعب الجزائري. وكل سنة وأنصار المولودية بخير. سيكون معنا أيضا ضيف من المولودية الأخرى الكبيرة، مولودية وهران، سيكون معنا المناجر العام لمولودية وهران السيد زبير واسطي. مساءك سعيد، كل عام وانت بخير سي زبير. مساء الخير أخي هشام، كل عام وانتم بخير، وسعيد كل الجزائريين سواء داخل الوطن ولا خارج الوطن، ونتشرفوا بالدعوة هذه. مرحبا. سيكون معنا أيضا على المباشر وعبر اتصال تليفوني كل من المناجر العام لشباب قسنطينة بوخدنا، وأيضا سيد حمليلي المناجر أو الرئيس نادي شبيبة الصاورة. نسعد كثيرا أيضا باستضافة محلل التلفزيون الجزائري مصطفى مازا. أهلا بك هشام، تحية لكل الشعب الجزائري، أزول في اللون وصحة عيدكم. ميركاتو والقسم الرياضي أيضا افتتحناه بالوافد الجديد بمحلل التلفزيون الجزائري الملتحق بنا، نسعد كثيرا بالتحاقه وبحضوره معنا في أول برنامج في البرنامج الافتتاحي لهذا الموسم. محمد بشاري، مرحبا بك. البداية تكون بعيد سعيد لكل الأمة الإسلامية وخاصة الشعب الجزائري. ثانيا شكر على هذه الثقة التي وضعتموها في نفسي، شكر للمسؤولين، وخاصة إن شاء الله نتمنى نكون عند حسن مستوى وظن الجمهور الجزائري. مرحبا مرحبا. إذن بداية البرنامج سنبدأها في هذا التقرير الخاص وعودة إلى أفضل لمحات ومحطات المنتخب الوطني المتألق والمتوهج والمتوج بالنجمة الثانية على الديار المصرية بتوقيع توفيق دربال. أبدعوا، أقنعوا، أرجعوا الهيبة، فازوا، توجوا ورصعوا الصدور بنجمة ثانية على أرض الكنانة مصر، حققوا الأهم، فرحوا وأفرحوا. معلوم أن سنة 2019 هي سنة ترصيع التاج الإفريقي على رأس كرة القدم الجزائرية، فهل هو فال خير ودكليك حقيقي لأجل انطلاقة صحيحة، خاصة ونحن على خط انطلاق بطولة هذا الموسم محليا؟ لا يمكن عد الفوائد التي جناها تتويج الخضر بالتاج الإفريقي، فهي فوائد مادية ومعنوية ستقينا الكثير من الإحراجات وتختصر بالخضر المسافة وتضعهم في أحسن رواق بعودتهم وبكل قوة إلى الساحة الإفريقية والعالمية، لأن التتويج قدم الجزائر في الترتيب العام للفيفا وأعاد هيبة الكرة الجزائرية وأمام أعتى المنتخبات الإفريقية، فأصبح المنتخب الجزائري مطلوبا من قبل أقوى المنتخبات العالمية للوديات.
إضافة إلى انتعاش خزينة الفاف بالسيولة المالية، مما سيصب في صالح الخضر والفئات الشبانية الأخرى. ومن الناحية التنظيمية، سيكون من السهل على الجزائر أن تطالب بالحصول على فرصتها في تنظيم الكأس الإفريقية للمرة الثانية بعد أن ضمنت تنظيم الشان القادم. ويبقى إعلان الانتماء والافتخار من طرف الجزائريين بمختلف القارات هو أهم ثمار فوز الخضر بلقب أمم إفريقيا. هي فوائد نعدها إلى ما لا نهاية، فكيف نحافظ على هذه المكاسب؟ لأن الكرة الجزائرية مرت بنكسات بعد الإنجازات، فأنصار الخضر أصيبوا بالإحباط الشديد في السنوات القليلة الماضية بعد التألق في مونديال البرازيل. فحينما يبذل الإنسان جهدا لنيل مكسب من المكاسب ويتحقق له ذلك، فعليه حينئذ الحفاظ على هذا المكسب. فما هو السبيل لذلك يا ترى؟ وبالعودة للحديث عن البطولة المحلية، هل ستكون الكرة الجزائرية محليا في مستوى المنتخب الوطني ومستوى الإنجاز الذي حققه بتسعة لاعبين تكونوا بالبطولة الجزائرية؟ وهل سيبقى التتويج القاري الشجرة التي تغطي غابة كرة القدم الجزائرية المحلية؟ وأسئلة أخرى تفيق، أبرزها تتويج وماذا بعد مصطفى مزة؟ نعم، المهمة ما راحش تكون سهلة، خاصة وأنه كل الأنظار خاصة المنافسين اللي راح يلعبوا كأس رابطة أبطال إفريقيا حتى كؤوس الكاف راح تكون صعبة، لأنه يعني تريد أو لا تريد الجزائر اليوم بطلة إفريقيا. نظن أنه وجود عدة لاعبين نشطوا من قبل في بطولة تسعة محلية، هذا يخلينا أنه نطمع أكثر للاعبين آخرين يكونوا في المستوى لكي يكونوا في المنتخب الأول. ومتأكد جدا هشام، ونعرف عقلية جمال بالماضي، اللاعب اللي يكون أحسن حتى لو يكون يلعب في بطولة موريتانية راح يكون حاضر في المنتخب الوطني. جيد. ماذا أشرت إلى نقطة مهمة جدا، ثم 9 لاعبين تكونوا سيس خريف البطولة المحلية. نعم. ألا تعتقد أن الأندية الآن مطالبة بالتكوين أو مواصلة فكرة ومشروع بالماضي هو الاعتماد على اللاعب مهما كان اسمه أو الفريق الذي ينشط فيه أو نعم. سنه الآن نعم. هل سيكون انعكاس الآن هذه العقلية على مستوى الأندية على مستوى المسيرين؟ ميركاتو كان مليء نعم. بأرقام خيالية في عز الأزمة المالية، لماذا لا تعتمد الأندية الجزائرية على الأسماء الشابة؟ شابة أقل من 20 سنة، أقل من 21 سنة وليس 23 سنة. اكزاكتومون. احنا نقول من هذا المنطلق، يعني اليوم احنا فخر لنا، واليوم احنا أبطال إفريقيا في جسم بطل وفي جسم إنسان يعني الحق للقمة. احنا نقولوا بلي اليوم هذا يرجع للتكوين ان شاء الله يا رب العالمين، نتفائلوا خير، هذه بدايه، وهذا يعني هذا هو لب الموضوع. وحنا على ابواب كما قال الاخ مازار راح نلعبوا ان شاء الله لا كوب دافريك نتاع المحليا ولا تاع الشال. اذا هذ الناس هذوما احنا اليوم هذه فرصه لينا، اون فا بوستي لي جوار تاعنا اليوم يلعبوا عندنا احنا في الانديه، لي عندهم ان شاء الله فرصه، وقيله الفرصه راح تكون عندهم، لانه وقيله بالماضي جمال بالماضي هو اللي راح يدربهم، هو اللي راح يكون هو اللي راح يشرف عليهم. هذه فرصه يعني تتاح لكل لاعب جزائري يقدر ان شاء الله يبرز كما برزوا هذ الناس وطلعوا علام الجزائر وصبحوا مفخره للجزائريين وصبحوا كذلك سفراء نفتخر بهم في الداخل وفي الخارج الوطن. هذه حاجه اكسترا اوردينار ان شاء الله. زبير وسطي، ما تشوفش باللي تتويج المنتخب الوطني بلاعبين منهم من تكونوا هنا في الجزائر راح يكون، والاعتماد على لاعبين شباب سيكون محفز، يعني هذا راح يخلي بعض الاسماء المرشحه لانتقال المنتخب الوطني وبعض الاسماء اللي ما نعرفوهاش باش تعمل بجد، عاد اليها الامل للاعب المنتخب الوطني حتى الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا لاعبين في البطوله الوطنيه اللي عندهم المكانه تاعهم في الفريق الوطني، ولكن يلق العمل نعمل، باسكو كيما يقول لك ما ننساوش بلي رانا ابطال افريقيا دروك، ونورمالمون لو نيفو تاع لو فوتبول الجيريان يزيد يطلع،
وحنا الحاجه اللي تعلمناها من عند بالماضي كون روح المجموعه هي اللي كانت مع الفريق الوطني وروح المجموعه هي اللي جابت كاس افريقيا. دونك هذا دروك تكون كما يقول لك فرصه لهاد اللاعبين شبان باش يحسنوا المرضو تاعهم ويعملوا باش يكونوا في الفريق الوطني، باسكو الفريق الوطني حاجه كبيره واي لاعب يتمنى باش يلعب في فريق وطني، وعندنا شبان اللي يستاهلوا باش يلعبوا في الفريق الوطني. زبير، المنطقه الغربيه في الواجهه وهران بناديها الكبيرين المولوديه والجمعيه الكثير من المواهب، الكثير من اللاعبين الكبار، ولكن لا المولوديه ولا الجمعيه نشاهد فيها ابناء المنطقه الوهرانيه او الغرب الكبير يمثلون هذا الفريق، لماذا زبير؟ الاخ هشام، الكل يعرف الازمه الماليه اللي تمر بها الفرق الغربيه ماشي غير مده وهران، سواء مده وهران ولا جمعيه وهران، وحنا كلاعبين قدامى ولا كمسيرين حاليين رانا نطالبوا على شركه وطنيه من 2010، باسكو سي لا سول كما يقول لك اللي تنجم هاد اللاعبين يكونوا دي كونديناتور باش يجيبوا هادو لي جان جوار اللي يكونوا يلعبوا اير، باسكو كي تكون عندك دقيقه ماليه في الفريق جو بونس بلي هادو لي جوار ما غاديش يقعدوا في لا في مولات وهران ولا فريق جمعيه وهران، يغادروا وهران. والحل انا جو بونس في الفريق تاع مولات وهران فريق كبير وعنده جمهور كبير، حنا باش نبريزيرفو كاع هاد لي جوار الفو كيما يقول لك الفريق تاع مولات وهران تكون عنده اون سوسيتي ناسيونال كيما الفريق الاخرى، باسكو فريق كبير ويستاهل باش تكون عنده شركه وطنيه. الضائقه الماليه اللي في مولات وهران هي اللي ما تخليناش نتحكموا في هادو لي جان اللي غادروا يغادروا الجزائر العاصمه ويغادروا الصيف. زبير، سنتحدث عن هذا الامر، عن الازمه الماليه التي يعاني منها الكبير مولودي وهران وغالبيه الانديه الوطنيه. بشاري طبيب، كيف يجب الاستثمار في انجاز المنتخب الوطني على مستوى البطوله المحليه؟ هذا هو الكلام اللي راح نتكلموا فيه بكثير. علاش هذا الانجاز؟ بخبرتك الطويله عربي، هذا الانجاز انجاز تاريخي، احنا لازم ما نتوقفوش في هذا الحد، لازم يعني استمراريه في العمل. هذا الاستمراريه بعد هذا الشيء كاين لاشان هي البطوله المحليه، لاعبين يعني السنه هذه لازم اللاعبين الجزائريين كل واحد يوري المقدور تاعه والكفاءات تاعه باش يختاروا السيد بالماضي، وعلى بالهم باللي السيد بالماضي الكفاءه لاختيار هذا الشيء. هذا الفوز اللي حققه الفريق الوطني راح يجيب الكثير والخير الكثير على الفرق الوطنيه، على الفرق الجزائريه، وعلى خاصه على كل المنظومه الكرويه الجزائريه اللي لازم نستثمروا بالايجاب، يعني في الاشياء الايجابيه في هذا الفوز اللي راح يجيب الخير على البطوله الوطنيه. إن شاء الله كل الخير. ومن بين الكفاءات، تحدثت عن الكفاءات، تحدثت عن الأمور الإيجابية، تحدثت عن الثقة، من بين كل النقاط التي تحدثت عليها في كأس أمم إفريقيا لا يجب أن نغفل عن اسم، عن ثلاثة أسماء قدمت وجها ورسمت وجها رائعا لكرة القدم الجزائرية، عن الصافرة الجزائرية غربال مصطفى، أيتشالي وقراري. أداء راقي جدا من الثلاثي، أداء أكثر من راقي، حقه من بين أحسن البطولات، مع العلم أنها أول بطولة إفريقية بالنسبة للسيد غربال والسيد قوراري. يعني تشوف المردود تاعو، طريقة التحكيم تشوف باللي إلاكي بوكو ديكسبيرينس، مفخرة طريقة التحكم تاعو من طراز العالي، والتحكيم المودرن الحالي اللي راه يطبق في كل البلدان العالمية، وخاصة يعني الثقة اللي اكتسبها مع مرور اللقاءات، يعتبر من بين الحكام القلائل الذي حكم أربع مقابلات، يعني شيء ممتاز بالنسبة له. لو قلنا تصنيف غربال مركز ثالث خلف اليوم وتسيمة، نقدر نركز ولكن نحط لو لم تكن الجزائر في نهائي كاس امم افريقيا، هل كنا سنشاهد مصطفى غربال في النهائي؟ ما نظنش يعطوا له النهائي، خاطش في البطوله الافريقيه توجور لا فينال تكون بالنسبه للحكم اللي عنده خبره كبيره، احنا نتمناو له يدير فينال. الى الذين شككوا في قدرات حكامنا خاصه الشباب في مصطفى غربال في الواجهه، رفقه عرق، رفقه لحلو،
وبكوسة وبخلفة هذه الواجهة متزين. في هذا في الواجهة غربان إلى الذين شككوا في قدرات هؤلاء وش نقول لهم؟ أنا نقدر نقول لك من هذا المنبر البروجي معناتها المنتوج الجزائري في التحكيم ممتاز وراقي جدا، عندنا حكام من الطراز العالي من الاكسبيريونس والجهابط ممتازين من كل النواحي التقنيه البدنيه كل شيء، محتاجين ثقه، محتاجين تأطير جيد، محتاجين موجه يعني مؤطر يوري لهم طريق الصواب، خاطش هذوما كلش بمرور السنين يكتسبوا الخبره. كي تشوف انت بكواسا بن براهم اعراب، تشوف انت بوخلفة شباب بمستوى اكاديمي والسن مستوى دراسي عالي والسن يعني عندهم على اقل تقدير 10 سنوات في المستوى العالي، يعني وكان واحد يستثمر دون ان ننسى ان هناك حكام اخرين اللي لازم نعطوا لهم ثاني الفرصه، لان التحكيم هناك حلقه لاندي سوسيابل، يعني كنا هناك تجور تواصل تواصل ولا كونكورونس، هذا هو الشيء الايجابي، كي تكون هناك فرصه لكل الحكام تعطي لهم الثقه في النفس ودير لهم هذيك لا كونكورونس لويال لهنا، يعني الامكانيات تاعهم تزيد تصعد. سنتحدث عن التحكيم باطناب، ها كانت هذه وقفه خاصه تكريميه للثلاثي للتحكيم الجزائري، التلفزيون الجزائري طبعا وفي لتقاليده بالنقد الموضوعي البناء، ويبقى دائما شريكا للاتحادية الجزائرية للرابطة الوطنية لكرة القدم. الآن سنعود إلى كرة القدم المحلية، إلى حال أنديتنا. الكثير من الأندية فيها ثلاث تصنيفات مصطفى مازا، صنف أول يعاني الاستقرار مثل المولودية، شباب قسنطينة، شباب الثورة، بارادو، شباب القبائل، شباب بلوزاد. صنف ثاني يعاني من أزمات مالية وإدارية معقدة على غير وفاق سطيف، اتحاد الجزائر البطل، اتحاد بالعباس، مولودية وهران، هناك أندية وصنف ثالث اللي هو لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، غياب الخبرة وغياب الاستراتيجية والرؤية. سنقف عند ناد من بين أندية الصنف الثاني، بطل الجزائر للموسم الماضي، اتحاد الجزائر يعيش وضعية إدارية ومالية معقدة. نقف عند مكامن هاتين الوضعيتين في هذه الورقة. وضعية مالية وإدارية معقدة وصعبة يعيشها بطل الموسم الماضي بسبب أمور غير رياضية وتخص الشركة المالكة لأغلبية الأسهم. نحترموا حنايا كل toutes les décisions émanant de, des autorités judiciaires ou les autorités du pays du manière générale, on les respecte. ولكن احنا كان عندنا ضمانات الاسابيع القليله القادمه هذه مع المحامي تاعنا اللي دار يعني ان دوسي البلاندي اللي لازم باش pour éclaircir la situation هذه العداله ولا les autorités concernées. On espère الحاله ما طولش لانه اتحاد العاصمه عنده ان ريبرونور ماهوش يحوس على شركه ولا يحوس على يعني مدخول يجي من الدوله ولا احنا لا احنا عندنا 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 شركه خاصه أي حابة تستثمر في هذا النادي. إدارة الفريق تبحث في كل الاتجاهات عن حل سريع من أجل الخروج من الأزمة. نحن نطلب من الأوتوريتي الجزائريين كي فاسيليت لي شوز كيل سوا كومبريونسيف فيك لوسما سي ان كلوب سبورتيف سيرت سي اون انتربريز كوميرسيال مي سبورتيف معنا شركة تجارية اللي تقدر تصبر. اتحاد العاصمة تصور لو كان ما رحناش عجل الأرصدة اللي راهي مجمدة وكان ما تنقلناش للنيجر بالك الفوتبول الجزائري وخاصة اتحاد العاصمة كان يتلقى يعني عقوبة كبيرة تاع عامين ولا ثلاث سنين ما تلعبش لاكوب دافريك افيك دي زاموند اي تو بور اون ريزون كي ني با دو تو تكنيك كي ني با سبورتيف دونك سي بور سا اللي نطلبوا حنايا من الاوتوريتي يلقاو يعني حل للنادي اون اتوندون يديروا يعني لي زافير كي دواف سو فير اون ريسبكت يا با دو سوسي مي او موا الكلوب هذا ما يقعدش اون اوتاج دون سيتياسيون دونت ني با ريسبونسابل حتى المناصرين راهم مقلقين الاسبوع الجاي تبدا البطوله واتحاد العاصمه راه وصل لك قلت لك على ديرين مينوت هاد ديبلاسمون هذا النيجر سا بروف ا كيل بوان لا سيتياسيون اي فريمون دراماتيك. ابن الفريق زيري بلال عاد الى البيت والى قياده الفريق رغم الظروف الصعبه ويجتهد بجد رفقه طاقمه لاعداد الفريق جيدا مع بدايه هذا الموسم.
دابين احنا حضروا اللاعبين كما ينبغي. تقول لي اتحاد العاصمه يعني في الازمه هذه اللي راه فيها، يعني كاين اتحاد العاصمه اللي ما نجمش يعني ندير ظهري ليه. الفريق اليوم سحقني، لازم نكون واجد مالغري سوا لي زونسيان اللي ما خداوش يعني الاجور تاعهم، سوا لي نوفو اللي ما خداوش دراهم، ولا ستاف تكنيك ولا الاخر. اليوم يعني فريق تاع كره القدم اللي لازم له يعني دراهم باش يمشي، سورتو هذا السفر هذه تاع نيامي، ولا مام سفر يعني ديماري والبطوله، يعني اول مقابله اللي حنجروها في ملعب بولوغين، يعني عندنا ميزوفا اللي نديرو، ولا ثاني مقابله اللي نمشيو لكونستانتين، كونستانتين نمشيو، لازم لنا اموال باش نمشيو. هذا فريق تاع كره القدم، لازم ان شاء الله يعني كل حاجه يعني الامور تصير كما ينبغي، وحنا نديرو يعني ثقه سواء في السلطات يعني تاع الدوله، ولا الناس اللي راهم قايمين بالفريق الحالي هذا، باش يسوي لنا الوضعيه تاعنا ويشوفوا حل للفريق ان شاء الله. اللاعبون الذين قرروا البقاء او التحاق بالفريق قدموا تضحيات كبيره من اجل انوال النادي. اسيد كان الكلام الاول تاعي قلت لك ما نهضروش على المشاكل الفرديه، المشكل تاعي ولا المشكل تاع السيبورتر ولا المشكل تاع اللاعب، نهضروا المشكل ككل. ان شاء الله الانصار مع اللاعبين مع الاداره الحاليه ومع الطاقم الفني يتالفتوا على لي زونسيان تانك جوار، مام لي زونسيان سي ريسبونسابل في الفريق هذا، يشوفوا الفريق هذا ويتعاونوا، يديروا يد في يد باش نخرجوا الفريق من المشكل هذا ان شاء الله. الانصار بدورهم ورغم حاله القلق والترقب لم تمنع الكثير منهم بالتصرف بحكمه وبالوقوف مع الاداره واللاعبين بتصرف حضاري. ليسوا هذه الايامات هذه المره راهي تعيش ازمه ماليه خانقه، ولي جوار هادو ما راهم في ليوسما ماشي على جال المال، هذا نورمالمون كيما نقولوا هاد الناس هادوما نستعرفوا بهم انهم ما شافوش ليوسما الكوتي فينونسي، شافوا ليوسما كوتي استوار كوتي لا فامي تو ليوسما. حنا اليوم رانا هنايا باش مام نطلبوا من السلطات هادوما، من السلطات انهم ليوسما ما رايش دوموندي اعانات ولا راهي دوموندي ليوسما شركه ولا نو، حنا شركه كاينه، حنا نديموندي فاسيليتي ولاطاش باش يرفعوا التجميد عند الحساب البنكي اتحاد العاصمه. الله يا ربي يسرحونا دراهم ونتمنى لهم التوفيق. اتحاد الجزائر الى اين؟ وضعيه الاتحاد صعبه مصطفى. نعم صعبه، خاصه وانه بطل الدوري، بطل الموسم الماضي ولو بصعوبه، لكن لو ناخذ ترتيب هذه النوادي سواء اتحاد العاصمة أو نادي بارادو أو الفريق الثاني شبيبة القبائل نادي بارادو، نقول أن كل هذه النوادي ما عندها شركات وطنية مثلها مثل مدينة الجزائر، شباب قسنطينة، حتى شبيبة الثورة. لذا نقول أنه في بعض الأحيان كان عدم توازن بين النوادي وما بين الفرق، لأنه اليوم المولودية ولا شبيبة الثورة ولا حتى شباب قسنطينة قادرين أنه ينتدبوا لاعبين بقيمات مالية كبيرة، عكس نوادي أخرى. على سبيل المثال شبيبة القبائل اليوم اللي موجود في المرتبة الثانية حيلعب دوري أبطال إفريقيا، هذا نقول أنه في بعض الأحيان كاين سوء توازن وعدم توازن ما بين النوادي. وهذا ما جاء في خطاب الأندية مع اجتماع رئيس الرابطة مدور اليوم، طلبوا من الوزير وزير القطاع في العدل في ما يخص هشام اليوم على سبيل المثال سي صخري موجود معنا سي فؤاد، اليوم يقدر ينتدب اي لاعب لانه عنده ميزانيه تسمح له انه يعمل اشياء على حسب الاستراتيجيه اللي وضعها في النادي. ولكن مصطفى هناك ايضا اسئله اخرى، مثلا نحن في عهد الاحتراف بعد 9 سنوات، لا شيء تغير على مستوى الذهنيات التسييريه الماركتينغ من المفروض 9 سنوات. الان الانديه تبحث عن شركه مستثمره، عن سبونسورينغ، عن عائدات ماليه جديده، عن امور تجاريه في الانديه، ولكن للاسف الشديد مسيرون المراهقون بين قوسين لا زالوا يبحثون عن اعانه الدوله وبعض الامور التي كانت قبل الاحتراف. هشام لو تتكلم عن الاحتراف انا اقول لك ما فيش احتراف اولا، ثانيا لانه نادي محترف هو يعني في حد ذاته مستثمر، هو يبحث عن اموال ولا يخلق اموال مع بلاعبين يعني باشياء اللي يقدر يدخل بها الاموال. اليوم كره القدم الجزائريه ما تدخلش اموال، تخرج الى الاموال. شفنا لو ندير يعني دي بيلون على كل نوادي نشبه نوادي مفلسه، يعني هذا باش نتوقف على كلام
تاع الاحتراف، ما فيش احتراف اليوم في الجزائر. نقول عرج. نعم نقول انه ما فيش مستثمرين، لانه اليوم نوادي تبحث على سيوله ماليه من الولايه، من الوالي، من البلديه، تتكلم على الاحتراف، ما فيش احترام يا هشام. اليوم نادي ينتدب لاعب 300 مليون غير موجود في الفريق الوطني، هذه يعقل ان اليوم كاين لاعب في بطوله الجزائريه يتقاضى اجره شهريه ل 300 مليون غير موجود في الفريق الوطني؟ انا هذه نقول لك مفارقه، مفارقه. ناخذ لك لاعب فيه اللاعبين يتقاضوا اجره شهريه ب 30 مليون موجودين في الفريق الاول، وتتعرفهم هشام فعلا. لذا نقول انه في بعض الاحيان في عدم توازن. لو نتكلم على الاحتراف نبدا نتكلم على التكوين، على المرافق. اليوم ما فيش منشآت، ما فيش مرافق. اليوم مدير الجزائر تبحث وين تستقبل ولا تستقبل المنافسين تاعها. شبيبه القبائل تبحث على ملعب، نصر حسين داي يبحث على ملعب وين يستقبل. تتكلم على الاحتراف، رحنا بعيد كثير على الاحتراف. خلينا من الاحتراف، لان اليوم الدوله تمد الاموال وما فيش مراقبه للاموال هذه. اليوم فيش ترشيد لاستهلاك الانديه، ما فيش اكيد ستيف. لازم فيه مراقبه، نراقب الاموال وين رانا نحطوها، لان اليوم لو كاين مستثمرين باموالهم يعرفوا وين نحطوا الاموال تاعهم فعلا. كان من المفروض ان يكون معنا امين تيرمان او بلال زيري كضيف في البرنامج، ولكن اعتذر بسبب ارتباطات الفريق، بسبب طبعا بداية البطولة غدا إن شاء الله. حتى شباب الوزداد حامل الكأس اعتذر المدرب ورئيس الفريق سيد سعيد عليق، وأيضا لاعبو نادي أتلتيك بارادو بسبب بدء المنافسة. تحدثنا عن الأمور السلبية، هناك أمور إيجابية في الاتحاد وحتى في الوفاق. شاهدنا الوفاء ألوان النادي، اللعب حتى بدون أموال. شاهدنا في الاتحاد في وفاق سطيف هجرة جماعية وبقاء بعض اللاعبين، فيه بعض اللاعبين القدامى من تنقلوا إلى اللاعبين المدانين في صورة ملولي ودمبري، لاعبين سابقين. هناك أمور جميلة في أنديتنا، في بعض من أنديتنا. أكيد كاين وفاء لبعض اللاعبين والنوادي تاعهم، يعني مثل لاعبين تاع وفاق سطيف، لاعبين في كذلك في اتحاد العاصمه، بالرغم من الضائقه الماليه على هذا وعلى سبيل المثال زيماموش اكيد اكيد. بالرغم من الضائقه الماليه ولاعبين مدانون لعده شهور، وحتى اللاعبين جدد اكيد. لذا نقول انه في بعض الاحيان الوفاق ايضا جحنيط نعم تاع جحنيط. انا ما نتكلمش على اللاعب، نتكلم على اللاعبين، لانه كاين عده لاعبين، مجموعه من اللاعبين يدانون لعده شهور للنادي، واليوم باقون في هذا النوادي يعني وفاء لاموال هذا الفريق. يعني هذا الشيء كنا نشوفوه يعني في السنوات القادمه. اليوم موجود في بعض النوادي لانه عندهم ثقافه، عندهم حب لالوان النادي. لو تشوف هذا اللاعب جحنيط على سبيل المثال اللي ذكرته هشام، مشى لشهرين او ثلاث شهور للكويت، عاود رجع، لانه هو خريج من مدرسه ابن الوفاق. خد عده القاب، الاكثر تتويج لالقاب في هذا النادي. هذا نقول انه في بعض الاحيان في ثقافه في بعض النوادي للوفاء لالوان النادي، خاصه في وفاق سطيف، وكذلك مثل وفاء زبير واسطي لفريق القلب، رفقة طبعا الأسماء الأخرى شيف الوزاني وبالعباس. زبير وسطي مولدي طهران عاش صيفا غير عادي، ولكن في الأخير فريق جديد، فريق طاقم تسييري جديد باستراتيجية جديدة برؤى جديدة. وش هو مشروعكم في مولدي طهران هذا الموسم؟ الأولى نشكر والي الولاية، باسكو لو كان ماشي والي ولي سي ميلو تشيري فيك، وفي فريق مدتور لحد الان مازال ما قلاش. اتصل بينا حنا كقدامى لاعبين، وكونا مجموعه تاع لاعبين قدامى، ورانا نعملوا ان شاء الله، ورانا ريكروتينا براسك 12 جوار مع لي جوار اللي كانوا عندنا في الموسم الماضي، ودرنا ان جروب وان شاء الله رانا مدورين بها غير حنا كيما يقول لك لي زونفون دو كلوب، وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله باش تكون الانطلاقه تاعنا مليحه ان شاء الله. ان شاء الله بفريق بمستوى يعكس اسم المولوديه واسم الولايه وهران.
الآن سنقف عند ميركاتو الأندية الجزائرية إلى الحركية، حركية السوق التي عرفت الكثير من الأمور في هذه الورقة للزميل يوسف رزيك. سوق الاستقدامات لهذا الموسم لم يكن مخالفا للمواسم السابقة، فقد بحثت جميع الأندية على خطف العصافير النادرة رغم قلتها. أما الأندية التي لها الإمكانيات فباشرت في استقدام اللاعبين من مختلف الأندية. حامل اللقب اتحاد الجزائر كان ضحية لهجرة جماعية للاعبين الأساسيين، لكنه تمكن من الظفر من خدمات 8 لاعبين أبرزهم الطاهر بن خليفة من نادي بارادو، هشام بالقروي من الرائد السعودي، وزكريا حدوش من مولودية الجزائر. المولودية التي استخدمت 13 لاعبا أبرزهم صانع ألعاب وفاق سطيف السابق عبد المومن جابو، إلى جانب فاروق شافعي من اتحاد الجزائر وعلاطي من نصر حسين داي. الجار شباب بلوزداد المتوج بالكأس يبدو أنه حفظ درس موسم العام الماضي الذي كان شاقا وصعبا في البطولة، فاستخدم 10 لاعبين من بينهم ثنائي نصر حسين داي أحمد قاسمي والحارس مرباح قايا، وثنائي اتحاد بالعباس تابتي وبالحول ومحمد زيتي من أهل البرج. النسر الأسود وفاق سطيف عرف صيفا مضطربا بعد رحيل عدد من إطاراته، فعوضهم بثمانية لاعبين آخرين من بينهم العائد صفيان خديرية حارس اتحاد بالعباس. نصر حسين داي حطم الرقم القياسي في الاستقدامات لهذا الموسم بعد مغادرة جل لاعبيه، واستنجد ب14 لاعبا جديدا. وصيف الموسم الماضي شبيبة القبائل وبطموحات المشاركة القارية استخدم 11 لاعبا أبرزهم وليد بن شريفة من شباب قسنطينة، توفيق عدادي من أولمبي المدية، حمزة بانوح من الوفاق، وبنوة من اتحاد بالعباس. نجم مقرى الذي يلعب لأول مرة في تاريخه في دوري الأضواء في الرابطة الأولى دعم تشكيلته ب10 لاعبين أبرزهم حسين العرفي القادم من نصر حسين داي. الاستثناء في بداية كل موسم يصنعه نادي بارادو، حيث أثبت مرة أخرى أنه يعتمد على ترقية اللاعبين من فريقه الرديف، وقد وصل عددهم في هذا الموسم إلى 7. وتبقى كل هذه الاستقدامات في خضم أزمة مالية كبيرة تعيشها جميع الأندية منذ مواسم. اعتدنا على مثل هذه الأمور. البداية بسيسخري، المولودية انتدبت 13 لاعبا، مدرب قديم جديد زائد الملعب، كيفاش تقيم ميركاتو المولودية؟ نعم، انا اولا وقبل كل شيء je voudrais برك compléter ce qu'il disait tout à l'heure الاخ مازا، c'est-à-dire que انا بالنسبه لي انا شخصيا، وان شاء الله راح تكون مرخصه في ذهنيه كل رياضي وخاصه في المولوديه، نقول باللي لو سبور اون جينيرال و لو فوتبول اون بارتيكولير est une vitrine privilégiée, مفضلة, des affrontements pacifiques entre clubs, gérés bien évidemment par des compétitions sportives. Ils ont été associés ou mis ensemble, l'IMEDA, pour promouvoir la paix et l'espoir. لتعزيزي السلامي والأمل. هذه القاعدة وهذا هو المنطلق اللي لازم نرخصه في كل ذهنيات محبي الرياضة ومحبي كرة القدم. إن شاء الله. نعود نولو للمشاكل هذه المطروحة، نقول كذلك أنه لو سبور إت أن فيكتور بروبر نقي، دونك لازم تكون مربي باه تقدر تربي. وكذلك نقول باللي نهضر على لوتي دو ترافاي، الوسيلة اللي نعمل بها الأدوات. ثم أنا لوتي دو ترافاي اللي نتكلم لك عليها هو لو ستاد. Ou le stade aujourd'hui, c'est pas juste un lieu de rassemblement pour les amoureux du football ou du sport. Il est aussi le reflet. Il est aussi le reflet d'une puissance économique de celui qui le possède. اليوم اللي عنده ستاد عنده كلش. هذاك هو الصح. هذاك هو le poumon. وهذاك هو يعني الإنعاش. حضرت لنا في هذه الأمور، راح نسألك سؤال مباشر. نتخلى عن السؤال القديم. تفضل. الآن المولودية لسنوات طويلة. نعم. كان مشكل كبير هو المولودية ما عندهاش ملعب. الآن الإدارة حرش والإدارة السابقة تعاقدوا مع إدارة ملعب 5 جويلية 10 سنوات. المولودية الآن عندها ملعب. وش هو مشروعكم فيما يخص الملعب؟ نعم.
أولا وقبل كل شيء مع كل احتراماتي للناس اللي سبقونا، ولكن هذه نقطة لازم نوضحوها تفضل، لأنه الكثير من التساؤلات في الجمهور العريض لمولودية الجزائر. فوالا هي اللي راهي دايرة ضجة اليوم، وكان إشاعات كثيرة وكبيرة وكذا. ومع احتراماتي لكل إنسان، كل شخص مارس من قريب ولا من بعيد في هذا المشروع، حنا نقول اليوم باللي المولودية ايتي دوميسيليي uniquement au stade du 5 juillet. Le Mouloudia aujourd'hui ne jouit pas de toutes les infrastructures ou le bital la fondok ou la sato ou la nkriwa ou kayn le dakhl nadi li nhtarmouh ou nadi jazairi ou men haqqo ykoun w kolch. Walakin lma nqoul ana lyoum stade ntaei w ana kriitou men el mfrod nعطي lk mithal basit nkri mahal يجي لي مول الدار غدوة يقول لي عندي عرس وليدي، تمد لي المحل تاعك وتعطيه لي كذا. لا، لما تعطيني المحل تعطيني لو ستاد دو 5 جويي تعطيه لي، جو في جوير ا ما غيز من هذا الستاد، يعني راح نستنفع منه. راني نقول لك هو لو بوما مانتونو. حنا الستاد على كل حال لقينا وزير شباب ورياضة، يعني انسان اللي تي اوفر اللي لي فريمون اكسترا اوردينير. حلنا كاع بيبان، لقينا كذلك الرئيس المدير العام على اللي راهو على راس المركب الرياضي اللي سيبختي. فوالا سي بختي، نحيوه بالمناسبه، نحيوه بالمناسبه كذلك، ونحيو الوزير بالمناسبه. طبعا فتحوا لنا البرنامج، حل فتحوا للجميع يتواصل جيدا. ولكن نعم الوزير مشكور على المجهود. ولكن شكرا، ولكن اليوم احنا من المفروض اننا نستغلوا هذا الصطاد باتم معنى الكلمه. انا نعطيك مثال بسيط لكل الناس، بسطنا الامور. لماذا المولودية لا تستطيع استعمال الملعب؟ والدليل على ذلك أنها لا زالت تتدرب في عين البنيان مثلا. نعم، أولا وقبل كل شيء، احنا اليوم كي راه عندنا ستاد، الناس تقول عندنا ستاد دو 5 جويي، احنا اليوم ستاد تاع 5 جويي كلما تدخل عندي 60,000 مناصر. وأنا عندي مناصر مولودية الجزائر هو شريك رياضي بامتياز. لما يكون عندي 60,000 متفرج وتدي لي لي روسات يديهم لي لو ستاد، هذا لو بارامتر، هذا ولا هذا لو فولي، هذه النقطه لازم الانسان يفالا نيغوسي فوار. ما عندناش هادشي، تعاودوا تنيغوسيو بيان سور، راح نعاودوا نرجعوا ان شاء الله اوتور دي طاب لا سمان بروشان بور نيغوسي. هذا خبر حصل التلفزيون الجزائري ان شاء الله، راح نيغوسيو معاه. والبيبان اليوم الحمد لله، لماذا؟ لاننا اليوم بيبان مفتوحين ماهمش مغلوقين، هذا هو يعني العكس تاع الناس الاخرين. اليوم بيبان مفتوحين، لما تكون عندك كفاءه وكفء ناس يعني يسيروا فريق مولوديه الجزائر ولا نادي اخر، راح نحكم هذا الستاد. قال شحال تقيمه لي يا استاذ؟ قال تقيمه لي ب 10 ملاير، ب 15 مليار، ب 20 مليار. نعطيك انا هذيك ال 15 مليار ونعطيك هذوك ال 20 مليار، ومن بعد نولي انا نتصرف في هذا الملعب كيما نحب انا. لاننا اليوم ماهوش غير نستنى انا كل اون سومان كل سمانه باش تحتضن مقابله رياضيه تجمع بين فريقي وفريق اخر، ونخلي ستاد قاعد هكذاك سمانه بوريان دي تو. اولا نقدر ندير فيه يعني نشاطات اخرى اللي دخل لي دراهم، وهذا هو يعني لوكسيجين. سي افيك سا كون بو ايفونتويلمون سوبفونير او بوزوان دو نوتر كلوب اون بو ايفونتويلمون. اهم نقطه سيسخري هي ستجلس الاداره الجديده بقيادتك على طاوله المفاوضات مع اداره مركب بكل فرح وسرور، وهذا راح يكون غانيون الفالس، يعني مركب رياضي محمد 5 جويلية 62 راح يكون هو رابح، ومولوديه الجزائر كذلك راح تكون رابحه. والله يعطينا الربح جميعا ان شاء الله في كره القدم الجزائريه. الوجهه الان الى شبيبه الثوره. سي حمليلي مساء النور، مرحبا بك وصحة عيدك ليك وكل أنصار الثورة والناس بالشار ولجنوبنا الكبير. سعداوي وكل الحضور، ومبروك عيدكم وكل الشعب الجزائري. سي حمليلي، أول سؤال، أليس هذا الموسم هو موسم الألقاب بالنسبة لشبيبة الثورة؟ هكذا يتساءل محبوها وكل متتبعي كرة القدم. والله حنا كل موسم وعندنا الطموحات نتاعنا والأهداف نتاعنا، ماشي حاجه اللي ترجع الناس. شبيبة الثورة كل موسم تلعب على ثلاث جبهات، والفريق راه محط كما ينبغي، كل الظروف مهيئه باش لانجاح الموسم، وان شاء الله تفاءلوا خير تجدوه. سي حمليلي، اول فريق طبعا دخل السوق بقوه هو شبيبة الثورة كالعاده، يعني كيف تقيم ميركاتو فريقك؟
والله الميركاتو الصيفي كنا انتدبنا لاعبين اللي شتنا فيهم لو بروفيل ايديال اللي يكون في الفريق. كنا كان بعض اللاعبين كانوا طلبوا باش يغيروا الاجواء وين تفاهمنا معهم والله يوفقهم في المشوار القادم مع الفرق الجديده نتاعهم. وانتدبنا لاعبين ماشي اسماء كبيره، وكاين بعض اللاعبين اللي كان لو ديبار نتاعهم في الثوره وبغاو يكملوا لا كارير نتاعهم في الثوره، فتحنا لهم الابواب ورانا نستناو منهم المزيد ان شاء الله. سي حمليلي، مفاجاه كبيره يعني فجرها شباب الثوره باسناد مهمه التدريب الى شاب ابن المنطقه بخبره كبيره طبعا كلاعب. هل تؤكدون خبر ان تعاقدكم مع جليد كمدرب رئيسي للفريق هذا الموسم؟ الحاجه الاولى بزاف ناس والاعلام كان تكلم على جليد كمدرب رئيسي، هما راهم يخدموا كطاقم فني ونارموني مع الاخ صابر الشريف اللي عنده باع في الساحه الرياضيه وكنخدم في بارادو، عنده اكسبيريونس وكاين بريباراتور فيزيك. مصطفى جليد راه من ضمن الطاقم الفني الموسم اللي لا بور ابروندر. لافونتاج بور مصطفى جليد هو اللي لقى الناس اللي دير فيه الثقه وتقدمه للساحه الرياضيه عوض لاعب كمدرب ان شاء الله، ويكون في المستوى. هو عنده الاراده باش ينجح وعنده الكاريزما ويعرف لي سونساسيون اللي بالك مدربين، كاين مدربين اللي ما مارسوش كره القدم عندهم الشهادات، ولكن هو الفارق بين مدرب اللي يلعب كره القدم يعرف لو لونغاج دو فيستيار، ولونغاج دو فيستيار هو المهم في كره القدم. طموحاتكم هذا الموسم؟ طموحاتنا كما قلت لك في البدايه محضرين راسنا باش نكونوا ان شاء الله من بين الاوائل وتكون سنه ناجحه بكل المقاييس ان شاء الله لشركه الثوره. ان شاء الله حظ موفق سي مصطفى حمليلي. ابواب تلفزيون الجزائري طبعا مفتوحه لك ولكل منتسبي شباب الثوره كالعاده، على اعتبار ان التلفزيون الجزائري هو الشريك الرسمي الاول والحصري لكره القدم الجزائري الاتحاديه او الرابطه، وهذا تصريح اول لمدرب شباب الثوره مصطفى جليط. نستمع سويا. اداره ارتاحت اني نغير في المهمه اللي الحمد لله انه قدرت بفضل ربي سبحانه ان يكون شرف ليا، شرف كبير ليا خاصه اني من المنطقه وهذه تجربه جديده ليا، شيء يفرحني ويخليني يعني نكون بين الناس اللي يرفعوا التحديات هذه. نتمنى ان شاء الله التحدي هذا يكون تحدي بطعم حلو، ان شاء الله يكون تجربه جديده، ولما لا ان شاء الله نروح في المجال التدريب، نروح لأقصى المستويات ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله هذا الشيء يخليني انه الانطلاقه تاعي تكون المقابله اللي حتكون كونتر قسنطينه، نتمنى ان شاء الله النتيجه نتاعها اللي حتكون جد معنويه، فوزنا ضروري باش نبداو بالغمار البطوله، وعندنا ثلاث مقابلات في المغرب البطوله العربيه، نتمنى ان شاء الله نبداو بالمقابله هذه نفوزوا بها ونزيدوا نحضروا للمقابلات الجايين تاع الكاس العربيه ان شاء الله. فيما يخص شجاعه كبيره ليس كذلك مصطفى من طرف إدارة شباب الثورة؟ لا يعني منذ مدة شباب الثورة تنتدب لاعبين غير معروفين، يعني ما عندهمش اسم كبير. ومصطفى جليد بصفته كلاعب قديم ابن المنطقة عنده تباع من التجربة سواء في المنطقة أو خارج المنطقة في مدن الجزائر أو في كل نوادي اللي لعب فيها، لكن نظن أنه خبرته في الميدان راح تكون له بالفائدة، وكذلك بطاقم فني كذلك موسع راح كل واحد يكون عنده مهمة تاعه، خاصة وأنه كذلك مصطفى جليد راح يتعلم، راح تكون يعني تجربته الاولى بصفته كان لاعب الموسم الماضي. نتمنى له انه ينجح في المسيره الجديده تاعو وفي المهمه الجديده تاعو، ولو أن المهمه ما راحش تكون سهله بحجم فريق شباب الثورة اللي دائما يلعب على الادوار الاولى. نتمنى كذلك النجاح لكل نوادي خاصه شباب الثورة ان شاء الله. سي طبيب شيء ممتاز رائع، ولكن يجب ان نقتدي بالتجارب السابقه، التكوين ثم التكوين ثم التكوين، لأنه شاهدنا من بين الأمور التي تعلمناها من تجويد المنتخب الوطني أنه بالماضي كان دون أدنى حرج
جاء وشارك في 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 تربصات تكوين المدربين كاف أ بي وسي اللي قامتهم الفيدرال الجزائري. هذا الشيء لازم يكون واقع. شوف دركا العالم، احنا رانا في العولمة، لازم تدريس، لازم يفو باسي هاد دوتر بالي. شوف اللي ما يتكونش، اللي ما يقراش، اللي ما عندوش لوتي انفورماتيك كانه جاهل الحال في الوقت الحالي، كانه جاهل لكل الامور. كره القدم ولات لعبه رياضيه مدروسه سيونتيفيك، خلاص هذا كره القدم معناتها التدريب عنده وقت، عنده تسخين، عنده وقت الاكل، عنده وقت بسيكولوج، عنده وقت. تغيرت الامور، ما كانش كيما بكري. واللي ما يتعلمش هذه الاشياء وما يواظبش الوقت، طبيب التكوين اليوم في المعاهد يعني نتكلم هذا معهد يعني متخصصة، متخصصة وكل شيء وكلش بالتكوين. كي تشوف انت يا سي مادوي، نعطيك اكزامبل مادوي، شوف تكون قرا ويلا بري واحد وقت وين كان ادجوان تاع مدربين كبار وين دا الخبره منهم. شوف التكوين مغيز. زاد طربيه مغيز نفس الشيء، مغيز بلال زيري بالعطوي. تشوف كي يكون عندك هذاك تانيك شيء مهم بعد التكوين، تكون عندك هذيك قوه الشخصيه وقوه جيري لو جروب. فعلا شوف بالماضي التكوين تاعو عنده تجربه كبيره، عنده تاريخ كلاعب، وخاصه سي مينور دوم هادو هما اللي زاد ايضا عينه ناجحه في وهران سي زبير وسطي اللي هو شيف الوزاني، المدرب الذي نجح رفقه اتحاد بالعباس، لم يسعفه الحظ والوقت وأيضا وضعية شباب الوزداد، ولكنه الآن على رأس فريق مولودية وهران. كيف تقرأ اختيار شريف الوزاني كمدرب لمولودية وهران، الابن ابن المدينة وابن النادي، وأيضا اللي يعرف العقلية الوهرانية ويعرف أيضا كرة قدم الجزيرة جيدا؟ بون القرار تاعي تعيين شريف الوزاني كمدرب لمولودية وهران قرار صائب، باسكو انسان خدام ولعبت معاه انا كلاعب ودربني كمدرب، يخدم ويعرف كيفاش يجيري ان جروب وعنده صرامه في العمل، سواء في العمل ولا خارج العمل. شيف وزني معروف بالصرامه تاعه. مام اللاعبين اللي راهم معاه في الطاقم الفني، احنا عندنا طاقم فني موسع فيه بن عبد الله عبد السلام حارس سابق تاع مدة وهران، مشري بشير، سباح بن يعقوب، نظن باللي راه معاونينا في هذه لاطاش هذه. وانا نظن باللي القرار تاع شيف وزني كمدرب لمدة وهران هو قرار صائب 100%. ان شاء الله سيحدث الديكليك وسيغير من نتائج الفريق قريبا ان شاء الله. سي زخري، هناك جانب من الجمهور العريض للمولودية الجزائرية يتساءل، كل موسم نسمع بجمله معتاده المولودية العام الجاي، حتى أصبحت تسمى بمولودية العام الجاي. هل هو بعد هذا الميركاتو الصاخب وبالأموال الكبيرة والانتدابات 13 انتداب سنشاهد المولودية تعود إلى القاب؟ إن شاء الله ولا حب الله سبحانه وتعالى، بالصرامة والعمل والإخلاص والجدية، وكما قلت يزينا من الكلام والكلام 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 الوعود والوعود والغرور والناس نستحضر برك تطبيق في الميدان، نخدمه نتجهده. لما تكون كاينة جدية وتكون كاين صدق ويكون كاين إخلاص والناس كفء، هذاك لو شوفينيزم اكسيتيرا بسطة منه يزينا منه. تصريحات غير المسؤولة والتصريحات غير المسؤولة والكل يعني في كل الميادين. ولكن اليوم احنا بالنسبة لي جاهز مولودية الجزائر للموسم الجديد، والله العظيم غير بإذن الله العلي العظيم سوف نعمل بإخلاص وبجدية لإرضاء مناصر مولودية الجزائر اللي هو متعطش للألقاب وما يستهلش. يعني عندكم كل الإمكانيات، لماذا المولودية بإذن الله؟ ولكن كان بكري كنا نقوله، كنتوا تهضروا قبيلة على المال وكان الناس ما عندوش المال، وإحنا كنا نقوله بيت رجال خير من بيت المال. لما يكونوا رجال واقفين ونديروا هدف نسطروه ونديروا له خطوط وكل خط نديروا على رأسها رجل يعمل بكل صرامة، نلحق للهدف تاعي ونحقق الهدف تاعي. من هذا ان شاء الله هذه ان شاء الله تكون عندنا قاعده، من هذا المنطلق راح ننطلقوا. هذا المره وكنت نهضر مع الاخ الكريم قبيلات في الكوليس، كنت نهضر له قلت له ايتيل بوسيبل دو رونتري مان دون لا مان، باسكو سي كون فا فير ان شاء الله كي ندخلوا سي ام تي بو، باسكو
لازم نديروا الاتحاد المقدس لنادي مولودية الجزائر، لونيون ساكري دو مولوديا كلوب دالجي، ابناء مولودية الجزائر. نعم، وانا بصفتي ك جو سوي لا بور فيديري لا فامي مولوديا، لونيون هذيك ساكري دو مولوديا، باسكو مقسمين ولكن باذن الله نادي المحترف. نعم، وكل كل كل واحد كما نقولوا بالعامه وبالدرجه باش يفهمني المناصر الكريم، كل طير يلغى بالغاه، ولكن كاين هذيك الطينه، كاين هذوك الرجال الله يبارك اللي نقدروا نوروهم نبينوهم وكذا، نعطوا لهم الفرصه ويخدموا بلاص او كومبيتونس، نمدوا الكفاءه نعطوا لها الاخر. لونيفرسيتي اليوم ما نخرجوش منها ونرميوهم في الزنقه، نو، نعطيو لهم داله، واليوم راهي عندنا اليوم حنا داله، ان شاء الله نكونوا في الصوره ونكون حسن ظن في حسن ظن الجميع ان شاء الله. انا نطلب من هذا المنبر كل ابناء المولوديه، كل من يحب المولوديه، من اللاعبين القدامى، من المسيرين القدامى، من المناصر الوفي، باسكو انا نقول المناصر هو اللي يولي هو وليد الفارق، المسير المسير اللي راهو المقبل اللي راهو جاي، ومن اللاعب راح يخرج هو لونترينور لو فيتور اونترينور اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك يلا سويا العمل يد في اليد مع كل الانديه. انا غدوه كي نروح نلعب في سطيف ولا نلعب في الثوره ولا في وهران، انا ماذا بيا نروح صدر بارز والراس مرفوع، نروح رساله نديها لتما تعرف نتعرفوا شعوب وقبائل. وستسافر المولوديه ان شاء الله بقيادتك ان شاء الله في ضيافة الجسور المعلقة. وخدنا عدلان المناجر العام لشباب قسنطينة، مساءك سعيد وعيدكم مبارك. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا راكم كما يقولها في الأخبة، وإن شاء الله عيدكم مبارك لكل الشعب الجزائري، ومرحبا بالضيوف تاعك اللي راني نشوف فيهم اون ديريكت. سي بوخدنا، قبلت المهمة بعد مفاوضات كبيرة، وشو مشروعك وانت على راس احد كبار القوم هنا في الجزائر شباب قسنطينه؟ والله شوف، نقبلنا بالمهمه لان ما كانش ناس وحيد اخرين اللي يقدروا بالك يتفاهموا هاد لا سيتوياسيون دو كلوب بارابور او فيكو دو كلوب. انتم تعرفوا بلي الفوتبول اكتويل اي دوفني فريمون كيما يقولوها ان بزنس ان بلانيفيكاسيون et sportif. Le business plan sportif. Pourquoi? Les gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des par rapport à la population qui est drainée derrière elle. Comme nous avons dit, nous avons des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont une histoire qui ont des gens. C'est très difficile pour un dirigeant de fédérer tout ça. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire نعطيو لا ديمارش اسوير. حنا كاداريين نعطيو لا ديمارش اسوير بارابور الانصار بارابور لا سوسيتي و بارابور لو بروجي سبورتيف. لو بروجي سبورتيف اللي تري كلير، حنا لو بروجي سبورتيف اون فو اريتي كو لو جوار فيا بروندر اون سوم دارجون كولوسال لاني باسي باخت. حنا اون فو اسينير هاد لا سيتياسيون. بور اسينير لا سيتياسيون يفو افوار le courage de décision. Mais je sais que l'Ansar, mais l'Ansar, donc, je veux pas s'en faire le long vaincu, Kubira, Coupe d'Afrique, Coupe d'Algérie, demi-finale. Donc, ils ont le droit de rêver, mais le rêve a des, comme il y a des barrières, et dirigé. Il faudrait savoir, Bark, comment les supporters éclairent le projet. لازمو قوة القرار، ولهذا كيما يقولوها سافاتر تري ديفيسيل لو شونجمون بو شونجي دي مونتاليتي سافاتر تري. ان شاء الله ان شاء الله جو سي كو راح نتفاهموا الوضع وان فا ان شاء الله مارشي دو لا كوريكسيون اي لا جوستيس. هذا بس. انت تحدثت عن الطموح المشروع سي بوخدنا من بشار، طبعا عشية اللقاء الأول الافتتاحي، تحدثت عن الطموحات والأحلام المشروعة لأنصار النادي العريق جدا، ما هي طموحاتكم مع هذا الموسم؟ احنا طموحاتنا، احنا نادي راح نلعبوا صراحة كما يقولها بوغ جوي ماتش ابري ماتش لو طون داريفي على كما يقولها على فين داني اون فاس ريونير افيك لو ستاف تكنيك ايتابلير
لا فيديرو بوغ لا سويت. حنا ما نقدروش نكذبوا على شعب نقولوا له حنا برومي ماتش اون فاجوي لو شامبيون اون لي دون كيما يقولوا هذا راه في لون فافار سي لا سيتياسيون دو نوتر ايكيب لو ديرولمون دو كومون سيت ايكيب فا سو كومبورتي اون فاس دي غران كلوب اي ابري اون ديسيدرا كيلي لا فيديرو كي فا سو ديسيني او كور دو دي ماتش وان شاء الله افيك لابور دو دي ستاف avec les joueurs qui ben voilà qu'on a ramené dans les anciens que je tiens à remercier avec l'intégration des anciens et des nouveaux. Inch'Allah, on va établir une feuille de route à partir du 10e match ou là le 14e match pour dire on va jouer le podium, on va jouer tel et tel. Là, il faut juste terminer maintenant qu'il me voulera la Coupe Arabe qu'on va jouer. On va jouer à cette Coupe Arabe avant pour la Coupe d'Algérie. Tout le monde a oublié la Coupe d'Algérie. Tout dépend de la Coupe d'Algérie, quelle va choisir. Tout dépend de le Qur'a. Tout dépend de la forme de l'équipe. Le mois avec les Rahatkoum à partir de janvier-février. Inch'Allah, on va tout faire pour être toujours parmi les meilleurs clubs. ان شاء الله حظ موفق سي بوخدنا وان شاء الله نتمنى النجاح على راس الفريق ونتمنى الهدوء والتحلي بالمسؤوليه في هذا النادي. الان سنقف وقفه خاصه الى الانديه الثلاث التي ستتواجد هذا الموسم في الرابطه المحترفه الاولى في هذه الورقه والموضوع مع الزميل عمر جمعي. يبدو أن سيناريو الموسم الماضي للرابطة المحترفة الثانية لن يتكرر، خاصة وأن الثلاثي الصاعد لم يحسم إلا في الجولة الأخيرة ما عدا الرائد اتحاد بسكرة ليلتحق به فريقا نجم مقرى وأولمبي شلف. اتحاد بسكرة العائد إلى الرابطة الأولى بعد موسم واحد من الغياب يريد تصحيح أخطاء الماضي وتفادي سيناريو 2017 بقيادة المدرب الكناوي الذي يعرف جيدا بيت أبناء الزبان. لهدف المأمورية ستكون أسهل لفريق عاد بقوة في الجولات الأخيرة بعدما كان بعيدا عن البوديوم. الاستثناء الموسم الماضي صنعه نجم مقرى الذي حقق صعودا تاريخيا لدور الأضواء ولأول مرة منذ تأسيسه سنة 1998. النجم لم يسرق صعوده بالنظر للمستوى الراقي الذي قدمه أبناء عزيز عباس رغم الضغط الكبير الذي عاشه زملاء أميري بعد خصم 4 نقاط من رصيد النادي. غير أن الإدارة وبقيادة الرئيس عز الدين بن نصر عرفت كيف تعيد الفريق إلى سكة الانتصارات في موسم كان أكثر من استثنائي لأبناء الحضنة. من جهته اقتطع أولمبي شلف تالي التأشيرة للصعود للرابطة الأولى في مباراته الأخيرة أمام وداد تلمسان في نهائي سيره أبناء سمير زاوي بامتياز ليعود صاحب أول لقب للبطولة المحترفة في الجزائر إلى الرابطة الأولى بعدما قضى 4 مواسم كانت صعبة بالنظر إلى المشاكل الكثيرة التي عاشها الفريق خاصة في موسم الصعود بسبب غياب الدعم المالي. رغم كل هذه المشاكل إلا أن الأولمبي عرف كيف يخطف التأشيرة الثالثة. وإن تعود عشاق المستدير على اتحاد بسكرة وأولمبي شلف فإن الجمهور العريض سيكتشف لأول مرة نجم مقرى في الرابطة المحترفة الأولى لفريق حقق ما كان بالأمس عند أقرب عشاق النادي مستحيلا أصبح اليوم حقيقة. لهذا فاتحاد بسكرة نجم مقرى وأولمبي شلف عازمون على إثبات وجودهم ضمن حظيرة الكبار والانطلاق بقوة إن أرادوا البقاء في القمة. الوصول إلى القمة صعب عمار والبقاء فيها أصعب. مصطفى مزا قراءة في ميركاتو الأندية الجزائرية محليا مجنون بأرقام خيالية أكيد. بفوضوية كبيرة ليس كذلك أكيد. هل توافق الرأي؟ أكيد لو تشوف استقرار بعض النوادي يخليك انه تتبشر خير بالنتائج. ناخذك على سبيل المثال نادي بارادو. راح نخلو الاستثناء نادي بارادو. ما خليش الاستثناء. تفضل. لازم نتكلم عليه. تفضل. نتكلم على نادي بارادو، ثم نتكلم على شبيبة الثورة.
وبعدها نتكلم على نوادي اللي انتدبت أكثر من 12-13 لاعب. لما تبحث على الاستقرار أو تبحث على الانسجام لازمش يكون تغيير في التشكيل أو تغيير في المناصب. لذا نقول أنه في بعض الأحيان بعض النوادي يعني تعمل أشياء اللي ممكن أنه تأثر على المردود الفني حتى على الاستقرار داخل المجموعة اللي يخليها أنه يعني ما تكونوش نتائج في بداية الموسم. هذا يخلينا كذلك في بعض الأحيان ننتظر بعض النوادي حتى يكون الانسجام الفني ما بين اللاعبين باش تنتظر النتائج. هذا يخلينا كذلك في بعض الأحيان بعض النوادي اللي ما عندهاش سيولة مالية مثل ما حدث مع نصر حسين داي أكيد، لكن في دابة 14 لاعب، لكن مرغمين نصر حسين داي مرغمين على بيع اللاعبين على تحويل اللاعبين لاستفادة من السيولة المالية لانتداب بعدها لاعبين شبان. لو تشوف انتدابات نصر حسين داي ما فيش لاعبين اللي عندهم أسماء مقارنة بلا نوادي أخرى، على سبيل المثال شباب قسنطينة، مولودية الجزائر، شباب الوزداد، يعني كل هذا النوادي اللي عندها إمكانية تقدر أن تنتدب أي لاعب في البطولة المحلية. لذا نقول أنه لو نرتب يعني الكتلة الشهرية تاع اللاعبين نشوف أنه في بعض الأحيان بعض النوادي ارتفعت الكتلة الشهرية للاعبين، مثل مولودية الجزائر، مثل شباب الوزداد، مثل شباب قسنطينة. نخلينا أنه في بعض الأحيان نتساءل هذا النوادي وين راهي تمشي، لأنه لو نعمل حصيلة مالية لهذا النوادي نشوف أنه اللاعبين اللي مشاو واللاعبين اللي استخدموا نشوف أنه فيه هناك عدم توازن. مولودية الجزائر بكفتي الميزان مثلا، مولودية الجزائر يعني في كل مرة نتحدث عن ميزانية المواسم بالنسبة لمولودية الجزائر. نعم نقول أنا استخري سي فؤاد، نقول أنه تحويل اللاعبين اليوم هل نوادي تستفيد من تحويل اللاعبين؟ مولودية استفادت من تحويل اللاعبين؟ نعم عندنا استفادة من عند ديانج، نعم 1,100,000 دولار، لاعب واحد استثناء، نعم استثناء، لأنه هذا لاعب، اسمح لي سي فؤاد، هذا اللاعب جاء يعني من بطولة أخرى نعم يعني نعم مرغمين أن يستفيد من التحويل تاعه. نعم لكن تشوف لاعبين آخرين مقارنة بنصر حسين داي، نصر حسين داي استفاد من تحويل لاعبين، ميركاتو ناجح بالنسبة نعم تقدر نعتبره ميركاتو ناجح يعني مالياً، مالياً في انتظار مردود هاد اللاعبين اللي يستخدموا. نعم من جهة أخرى تشوف كذلك تحويل عدة نوادي مثل نادي بارادو. يعني بارادو الاستثناء، آخر رقم بالنسبة لبارادو في انتظار طبعا التحاق بوداوي ولوصف رسميا بنادي من الرابطة الأولى الفرنسية ليك 1 في البطولة الفرنسية، ونادي يعني محترم جدا إما مونبيلي أو نيس. اليوم نادي بارادو تقريبا بلغة الأرقام يعني أعباء ثلث مواسم أو أربعة دخلت خزينة النادي نظريا على الورق، لأنه 5% في عقد انتقال رامي بالسبعي إلى مونشنغرادباخ ستعود إلى خزينة بارادو. بارادو الاستثناء الذي يعري واقع الأندية الجزائرية. شوف هشام لازم نقولها بكل صراحة، اليوم كاين إمكانيات في بطولة المحلية، كاين لاعبين عندهم إمكانيات. يعني لو تأخذ أي لاعب تعطيله يعني تعطيله الستاتيو تاع لاعب دوري يمشي إلى بطولة أخرى، يعني بطولة تونسية أو بطولة أوروبية على أقل تقدير هو البطولة البرتغالية. هكذا. هذا خلينا كذلك في بعض الأحيان نتساءل بعض النوادي اللي عندهم لاعبين وما يستفادوش من التحويل تاعهم. يعني يخلوه حتى نهاية العقود تاعهم ومن بعد اللاعب يمشي مسرح تلقائيا. مثل ما حدث للاتحاد الجزائري. عدة لاعبين. درفلو، مزيان. عدة لاعبين دوليين. وزيد هشام، في بعض النوادي هشام كاين لاعبين يغادروا ويعطوهم أموال. يعني هذا الشيء هذا يخلينا نطرح عدة تساؤلات. كيف اللاعب يمشي لك وتجي تعطي له أموال باش يمشي؟ يعني هذا الشيء يخلينا أن نقوله اليوم التسيير في بعض الأحيان التسيير غير عقلاني وغير محترف. إلى وسط الآن زبير شديناك معنا في سؤال أخير سي زبير، يعني هل سنشاهد مولودية وهران بالأجيال السابقة، جيلك وجيل بوكساسة وزروقي وجيل جيل مزيان وبالعطوي وقبلهم إلى جيل فريحة المرحوم فريحة والبقية، متى يعود
الألق والبريق إلى مولدية وهران، يعني توحشنا هذا النادي الكبير بالأسماء الرنانة الوهرانية خاصة. كما يقول لك احنا درنا جروب وين كنا واقفين مع هذا الفريق باش نكونوا مجموعه من الجنسة، وان شاء الله بربي ان شاء الله كما يقول لك انا اللي متفائل، انا شخصيا متفائل بالفريق تاعنا ان شاء الله، وان شاء الله هذا العام ان شاء الله كما يقول لك نعاود نولوا الافراح تاع مولدية وهران. وحنا كلاعبين قدامى احنا دائما باش مولدية وهران تولي مولدية وهران اللي كانت تاع ليزان اللي فاتوا، مولدية وهران تمر بضائقه ماليه خانقه، حنا نطلبوا من السلطات العليا تاع البلاد وعلى راسها سي بدوي باش يشوف في الفريق تاع مولدية وهران باش امور تجينا كما يقول لك تجينا سوسيتي ناسيونال شركه وطنيه اللي تعاود ترد المولوديه للامجاد تاعها. حنا دائما نقعدوا نتكلموا على شركه وطنيه باسكو مولدية وهران هي وهران فريق كبير جمهور كبير فيه شهداء اسوها شهداء. حنا نتمنوا باش كما يقول لك في اقرب الاجل ان شاء الله تكون عندنا شركه وطنيه كما الفرق الاخرى ان شاء الله باش المولوديه تولي للعصر تاعها. وانا دونك عندي كما يقول لك الدانيير مو جو ريميرسي بوكو لوالد ولايه مسيو ميلو تشيريفي وليزوتوريتي تاع وهران على الوقوف تاعهم الدائم مع مولدية وهران، ولو كان ماشي هما كان الفريق تاع مولدية وهران ما يكونش كما راه دروك. والحمد لله يا ربي لعبه وانا راهم خالصين الحمد لله يا ربي، ما عندناش مشكل من هذه الناحيه. عندنا نداء صغير كاين بعض المناصرين من هذا المنبر نقولها، كاين بعض المناصرين اللي راهم في السجن ودخلوا للسجن على خاطر الفريق مولدية وهران باسكو طلبوا بشركه وطنيه. حنا نتمنوا من السلطه تاع ولاية وهران ان شاء الله تشوف في هذه المناصرين ان شاء الله باش يعودوا للديار تاعهم، وثقتنا كبيره فيهم. ونشكركم ونشكروا كاع الضيوف اللي راهم عندك في البلاطو. شكرا سي زبير، كل عام وانت بخير. تحيه لك وللناطق الرسمي لمدية وهران السيد محمد خليفه. نتلاقاو ان شاء الله على الخير وعلى افراح مدية وهران. الان سنقف وقفه خاصه عند الصافره، يعني موسم سينطلق بشاري. كيف تقرا موسم الصافره الجزائريه؟ يعني السنة هذه لازم الحكام راهم في الوقت الحالي لازم إعادة الاعتبار للحكام الجزائريين، والراهن يتطلبوا خاصة تحكيم صحيح وصادق. كيفاش هذه الأشياء؟ صحيح وصادق. صادق. وهذا هو الشيء المهم بالنسبة للحكام الحاليين، لأن الكثير من الكلام قيل على الحكام الجزائريين وهذا الكثير من الكلام خاطئ. لازم إعادة الاعتبار لهذه الحكام وإعادة تأطيرهم وتوجيههم في الطريق الصحيح، وهذا يتطلب تكوين من النوع العالي. الشيء اللي نطلبه إن شاء الله تكون هناك لجنة مركزية قوية برئيسها لازم يكون من المكتب الفيدرالي، وخاصة في أقرب وقت تكوين لجنة ومديرية فنية للتكوين في أقرب وقت لتأطير هذا الحكام، لتكون مكونة من أقسام التكوين لتوجيه البطولة النسوية. هذه الأشياء تكون موجودة في هذه المديرية لتسيير هذا التحكيم للطريق الصحيح. هذا الشيء لازم يكون في أقرب كيف وقت. كان تحضير الحكام النخبة أجروا في هذه الأيام القليلة الماضية، داروا ملتقى في مدينة عين مليلة، وإن كان ناجح بشهادة الحكام وإن كان حكمين سقطوا في الاختبار البدني، شيء عادي يمكن يحدث لأي حكم الإعادة، لكن العمل ثم العمل، وخاصة اتاحت الفرصة لكل الحكام، لأن كاين حكام شبان لازم يعطوا لهم الفرصة باش بوغيلفي النيفو، يعني باش تطلع نيفو لازم تنافسية المنافسة، وكي تكون المنافسة كل واحد يحوس على المكانة تاعو في هذه المنظومة. إن شاء الله تكون السنة البورد للفيفا فيه تغييرات جديدة، القوانين فيه تغييرات جديدة سبعة لازم نتكلموا عليهم. ألور الحاجة الأولى الكرة لإلغاء الهدف المسجل باليد، كانت هناك في الماضي يمكن الحكم يعطي مبدأ الأفضلية، ولا هنا لا مبدأ أفضلية ولا الحكم الإلغاء الهدف المسجل نتيجة لمسة يد مقصودة أو غير مقصودة، إلغاؤها صرامة، لا يلزم خروج الكرة من منطقة الجزاء مع شرط وجود لاعبين مهاجمين خارج منطقة الجزاء. يعني نقدروا نلعبوا ركلة 5 أمتار 50 في داخل الكرة غير تتحرك راهي في اللعب،
في الماضي كانت لازم الكرة تخرج من منطقة الجزاء، دركا على شرط أن اللاعبين المهاجمين يكونوا خارج منطقة الجزاء. يمكن الحكم يمد مبدأ الأفضلية سي لا جوجي باللي اللاعب المهاجم ما يمثلش خطورة على اللقطة، على اللقطة طريبيا. اللاعب المستبدل يخرج من المنطقة الأقرب بالنسبة للاستبدال، أقرب نقطة يخرج الحكم يفرض عليه طريبيا على جال الوقت منع. كاين في البارير يعني الحاجز اللي يديروه على 9 امتار 15 طريب يعني جدار الصد. في الماضي كنا نشوفوا وين كاين مهاجمين يدفعوا، الان حاليا لا، ممنوع منعا باتا على مقربه تأثير على جدار الصد متر واحد طريب يعني. اشهار البطاقات كانت خاصه غير باللاعبين، واول مدرب خدا بطاقه صفراء هو غوارديولا بطاقه كنا في الماضي طريب يعني كاس سوبر مان الدرع الخيريه عفوا في انجلترا طربيان دركاتيك مم الاداريين نقدر نخرج البطاقه الصفراء والبطاقه الحمراء. هذه شيء اسقاط الكره عندما الكره تصطدم بالحكم اسقاط بكري الحكم سيان كورنوتر كان مبدا الافضليه، الان الكره ترتطم بالحكم هناك اسقاط لخش يا ان في دو اتاحه الفرصه وتكون لقطه معاكسه ترتطم بالحكم. الفيفا باش كلش مدروس باش علاش قلت لك العولمه كلش مدروس كلش عنده قراءه ولعب الكره بديهيات ولوجيكيات بسيطه بسيطه جدا. الزام حارس المرمى، في الماضي حارس المرمى ما عندوش الحق الرجلين تاعو على خط المرمى، الان يمكن رجل واحد على الاقل على خط المرمى في ضربات الترجيح وضربات الجزاء. هذه هما التعديلات السبعه اللي لازم اللاعبين يكونوا والمدراء التقنيين تاع الفرق يكونوا على علم هذا الشيء فعلا. اسمح لي استاذ برك لو كان نكون معك الاخر تفضل. اسكو خممتم وفكرتم ديروا ورشات تحسيسيه للانديه الجزائريه؟ هذا الشيء كان من الفئات الصغرى حتى الفئات الكبرى، هذا الشيء كان مفروض يقام قبل بدايه المقابله. نعم. قبل بدايه البطولة. يعني المدراء التقنيين وهناك حكام قدماء ولا اللجنه المركزيه تعين حكام قدماء وتبعتهم للفرق، هذا الشيء اجباري يعني. نعم. اجباري شيء اجباري عنده منفعه وتقليل من لي كونتيستاسيون وين اللاعب. نعم. ما يعرفش القانون. نعم. يجي يتكلم وين وهذا يتجنب ثاني الاشياء اللي راح تتعاد على المناصر. نعم. اللي ما يعرفش هذا القانون. نعم. كان من الاجدر يعني هذا القانون كانوا يبعثوا الحكام القدماء يروحوا للفرق ويعلموا. نعم. لهم القانون. هناك فرق قاموا بهذا الشيء، قاموا بتوعيه اللاعبين وسنقوم بهذه التوعيه عبر برامج التلفزيون الجزائري طبعا. التلفزيون الجزائري سيكون الشريط الشريك عفوا الرسمي والحصري لكره القدم الجزائريه طبعا، ولتكون البطوله المحليه واجهة للمنتخب الوطني بمستواه الجديد والراقي. نحن هنا في تلفزيون الجزائري ندعو كل الشركاء كل الفاعلين في منظومة كرة القدم الجزائرية من أجل أن نضع اليد في اليد لنرتقي بمستوى بطولتنا المحلية، نلتقي جميعا كيد واحدة لنرتقي بمستوى كرة القدم المحلية. لذلك التلفزيون الجزائري يرجو من كل الفاعلين من عائلة كرة القدم من الشركاء كلهم توفير الظروف الحسنة المثالية من أجل نقل تلفزيوني راقي وجيد على الأقل بالصورة التي يتمناها المشاهد الجزائري، لأننا نجتهد كثيرا في خدمة المشاهد الجزائري المتطلب في ظروف صعبة مزرية، بين قوسين نتحدى أي فرق تلفزيونية غير جزائرية في نقل الصورة وإنتاج برودكسيون سينيال بهذه الطريقة في ملاعبنا الجزائرية التي لا تتوفر على أدنى شروط النقل التلفزيون الجزائري. نفعل ونجتهد بكل حب بكل تفان من أجل خدمة المشاهد الجزائري، ذلك رجاء أن نقف جميعا من أجل أن يكون المستوى ناجح على كل الأصعدة. ولذلك في كلمة لمسؤول القسم الرياضي الجزائري الجديد سي محمد شماني يقول سنقف نحن هذا الموسم بإذن الله عبر برامج تلفزيون الجزائري عند كل الفرق بنفس المسافة وندعو الجميع
من أندية ومنظومة وأنصار للانخراط في كل هذا من أجل رياضة جزائرية وكرة قدم تشرف صورة الجزائر وترسم صورة جميلة عنها. سي فؤاد صخري، تغير الكثير في مول الجزائر، المستوى، مستوى التسيير، الرؤية، الخطاب عبر شخصكم. نعم، شكرا. ما هي رسالتك لأنصار المولودية، لعائلة المولودية الكبيرة؟ لأن الجميع في مول الجزائر تعب من مواسم الفشل المتكرر. نعم، أنا نقول ومن الخطابات والوعود البراقة. نعم، أنا نقول بلي سورينير إت أن ديبي، رستي أنسومبل إت أن بروغري، ترافايي أنسومبل إي لا ريوسيت. إن شاء الله. هذا هو هذه رسالتك. هذه هي رسالتك. شكرا سي صخري، باب التلفزيون الجزائري مفتوحة لك لمدة الجزائر. شكرا. مصطفى، شكرا على الحضور. شكرا لك هشام مرة أخرى، فخور بوجودي مع التلفزيون الرسمي لموسم آخر. نحيي كل المسؤولين ونحيي كذلك كل راح نشوفوك في منصب إداري في أحد كبار الأندية الجزائرية. نعم، راح نشوفوك في منصب في أحد كبار الأندية الجزائرية عن قريب. لماذا لا، أنا تنفس كرة القدم وأني لاعب قديم ومتكون. في عروض؟ في عروض، في عروض نتمناو يعني. ويتنسي بالبركة إن شاء الله. ويتنسي بسعادة استقبلناك اليوم طبيب. أنا أسعد منكم، وهذا يوم جميل جدا بالنسبة لي، لكنه فيه كلام الأخ والصديق سي فاروق وشن، لليوم توفى الأب تاعو. ألور تعازينا الخالصة لزميلنا وصديقنا فاروق وشن على وفاة والده. إن شاء الله إنا لله وإنا إليه راجعون، والشكر الجزيل إلى كل مسؤولي القناة الجزائرية. إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم بإذن الله. إن شاء الله. مرحبا بكل حب. إذا كانت هذه افتتاحية الموسم الكروي 2019-2020، إن شاء الله على الخير والحب نلتقي وعليه ما نفترق. قبل ذلك تهنئة لرمز أحلام المتوجة بشهادة البكالوريا، لكل متابعينا في حوش رويبة، وعيد ميلاد سعيد للصديقة ليندا. شكر خاص لرئيس التحرير توفيق دربال، لرئيس القسم الرياضي طبعا محمد شوماني، وحظ موفق في مهمته الجديدة. حظ موفق أيضا لجميع أعضاء القسم الرياضي وعلى رأسهم هيكل قاسمي مخرج البرنامج، ولتقنيي القسم الاستوديو المركزي رقم 1 للتلفزيون الجزائري. شكرا لأعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وعلى الوفاء، على الخير والمحبة نلتقي وعليهما نفترق. نلتقي في مواعيد قادمة. السلام عليكم.